والآن إلى مصر وشباك الثقافة، ونتعرف على هرم اللاهون في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، والذي بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة. اليوم للمرة الأولى تم فتح أبوابه أمام الجمهور بعد ترميمه من قبل وزارة الآثار والثقافة، وبهذا يمكن للزوار التجول ضمن شبكة من الممرات وغرفة قديمة للدفن داخله. شكله لا يشبه إهرامات الجيزة، وموقعه بعيد عنها. هرم اللاهون بناه قدامى المصريين أيضا قبل 4000 عام، لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، ربما لأنه في منطقة تكاد تكون منسية سياحيا اسمها الفيوم. الهرم بناه عندنا هنا في اللاهون، هو واللي جاء بعد منه منحات الثالث، هما الاثنين من عصر الدولة الوسطى الوحيدين اللي عملوا أهراماتهم هنا في الفيوم. أقسام هذا الهرم تتحدث عن نفسها وممراته أيضا. لا كتابات هيروغليفية هنا ولا رسوم لآلهة الفراعنة وملوكهم. وهنا تعرض وزارة الآثار عينات من القطع الأثرية المكتشفة داخل هرم اللاهون المنسي. هي قطع تشمل مومياء سلمت من عمليات النهب والسرقة. من الصعب معرفة حجم الكنوز التي احتضنها هرم اللاهون المغلق منذ عام 1889، تاريخ آخر حملة تنقيب نظمها عالم آثار إنجليزي في المكان. أمر من الصعب معرفته بسهولة، تماما كصعوبة التكهن بسبب تجاهل السلطات المصرية لهذا الموقع الأثري التاريخي المغلق منذ وقت طويل. وينضم إلينا عبر سكايب من أوهايو عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة أوهايو. مساء الخير عمرو وأهلا بك. إذا يعني هذا الحدث تاريخي بالنسبة للمصريين بعد 4000 عام على تشييده، يعني يفتح أمام الزوار. خليني بس أبدأ بشيء أنا لفت لي نظري أيضا، له علاقة باختلافه عن شكل باقي الأهرامات برأسه أو المدور وليس المدبب، لماذا برأيك؟ يعني هو هذا الهرم يعرف بالهرم المنحني، وسبب ذلك في عدة كان نظريات لهذا الشيء، إنما النظرية السائدة حاليا أن لما بدأوا في بناء هذا الهرم كان درجة الانحناء تبع الهرم 54 درجة، وبعد أن صعدوا عدة تقريبا 47 متر من ارتفاع هذا الهرم ظنوا أو اكتشفوا أن هذا الهرم إذا تابعوا في هذا المسار قد يعني يشكل لهم معضله باستقرار الهرم بسبب الزاويه، فغيروا انحناء الزاويه الى 43 درجه. واذا نرى الاهرام اللاحقه فهي ايضا على زاويه 43 درجه، ولذلك هذا الهرم شكله يختلف نوعا ما عن الاهرامات الاخرى اللي نحن نعرفها في الجيزة وغيرها ونراها في الصورة إلى آخره. وهذا الهرم أيضا يعتبر هرم مرحلي بين الأهرامات المدرجة السابقة والأهرامات اللي نحن أيضا يعني نعرفها اللي في الجيزة وغيرها في المناطق. نعم، وعمر بحسب علم الآثار هل يعني هذا الهرم يحمل نفس الأهمية أهمية الأهرامات الأخرى؟ يعني أنا لا أحب أن أعطي أفضليات لهذا أهم، لأنه بالنسبة لي أي أثر، معلم أثري، أي بناء، نعم بس كونه هرم يعني أقصد تماما، فمثل كافة الأهرامات هو جزء من رواية أو قصة حضارة التاريخ الفراعنة القديم وجزء من تاريخنا نحن، فهذا هو جزء من قصة طويلة جدا وله مكانه. فأنا بالنسبة لي هذا الهرم نعم هرم مهم لأنه يعطينا
ليس فقط لمحة عن أو فكرة عن ما كان يتم، ولكن عملية التطور في بناء الأهرامات وتغيير انحناء الزاوية من 54 إلى 43، هذا شيء هام جدا. نعم، هل طبعا اطلعت على ما اكتشف داخل الهرم؟ الهرم المنحني لم يكتشف أي شيء فيه، يعني هذا الهرم حينما تم فتحه في بداية الخمسينات وجد فارق، إنما الاكتشافات الجديدة هي في منطقة مجاورة للهرم. للهرم نعم. نعم، واطلعت على بعض القطع وهي يعني تمثل نماذج مهمة جدا من طقوس الدفن والمراسم، وكل هذا كما ذكرت سابقا يغني معرفتنا ويغني تاريخ مصر من فترة الفراعنة. نعم، وهل يكمل قصصا ناقصة؟ يعني دائما يكمل قصصا ناقصة، لأنه كل ما اكتشفنا شيء جديد نزيد من معلوماتنا، حتى لو هذه المعلومة تكررت، يعني نحن نعرف أن هناك أهرامات، ولكن كل هرم جديد نكتشفه، كل مدفن جديد نكتشفه يزيد من مفهومنا، يعطينا تفاصيل إضافية، إما يؤكد ما كنا نعرفه سابقا أو يعطينا معلومات جديدة. لا أعتقد أن هناك اكتشافات فريدة من نوعها، أي أن وجدنا شيء لم نراه من سابقا، وإنما كما قلت هذا يغني مفهومنا ويزيد من غناء تراث وثقافة مصر في فترة الفراعنة. نعم طبعا عمر، يعني ذكر في التقرير وذكرت الصحافة أن الآثار أيضا التي عثروا عليها إن كان داخل الهرم أو بالقرب منه كما ذكرت أنت لم تتعرض للنهب نهائيا. ما الذي يحمي بعض الآثار من التعرض للنهب بينما يعني آثار أخرى تكون عرضة لذلك؟ عملية نهب الآثار أو لنقول نهب البقايا التي يتم دفنها مع الموتى، عملية أو هذا نشاط تاريخي قد يعود إلى بداية الإنسان لما بدأ أن يدفن مع موتاه لقى أو أشياء ثمينة. ف يعني نهب المدافن ليس بشيء حديث مرتبط بالقرن العشرين أو التاسع أو الثامن عشر، هذا يعود إلى منذ بداية تاريخ البشرية، وهي تدفن موتاها مع لقى أو مع بقايا أو مع أشياء ثمينة، فيأتي أشخاص من بعدهم ويحاولون أن يستعيدوا هذه القطع أو يستعيدوا هذه الأشياء الثمينة. نهب المدافن المصرية والأهرامات، ونوه لك أن حتى أهرامات الجيزة كلها كانت فارغة عندما تم اكتشافها وفتحها، وجميعها كانت منهوبة، ومنهوبة بفترات تاريخية قديمة، يعني تعود إلى آلاف السنين. نعم. وليس في الفترة الحديثة. نعم. فعدم إذا نقول هناك حالات بسيطة أو قليلة جدا أن يتم العثور على مدفن بكامل محتوياته، وأشهر هذه المدافن هو طبعا مدفن توت عنخ آمون، وهو أغنى وأشهر هذه المدافن، وهذا بسبب الصدفة أو إن كان يعني مخفي بطريقة جيدة جدا. طبعا هرم لا يمكن أن تخفي هرم، فهو واضح نعم المنال وجميع يمكن أن يرى، ولذلك أكثر عرضة للنهب بدل من بعض المدافن الأصغر وهي الباية أو محمية أكثر، ولذلك قد تنجو من لصوص الآثار، أو لا نسميهم لصوص، إنما لصوص يريدون الحصول على محتويات هذا المدفن بسبب أنها يعني ثمينة أو
او غالي يعني. نعم. عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة أوهايو، شكرا جزيلا لك.